توني جاي من الشغل، شوفوا بدون الشغل، وقلت خلنا نسوي المقدمة. السلام عليكم اخوتي وناسي الطيبين، وهذا فيديو جديد. والله مين حارة تقتل اخوان، وكملت بالاخير راح تشوفون بيوت اثنين للسمان، كملت يعني بياضات للسمان راح تشوفوهم انتم. اللايك والاشتراك، لايك اخوان لا تنسون. يلا شادي الفيديو حبايب، صبحكم الله بالخير على هاي الصبحية الجميلة. لازم نطبخ تراث ويا عسولة، واليوم مجمع العشاق. يا هلا بتراث، اليوم ليلة عرسك. شو ولا واحد يكضه ويتخبل صولي. يا حي الله تراث، يا حي الله العريس. عادي. اللهم صل على محمد وعلى. شو السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا هلا وتثير الهلا بتراث وبعسولة. تأشيرات بس بالمنجار حاليا. حبايب مساكم الله بالخير، وهذا من السيفسات طلعتهم. شوفوا بسم الله ما شاء الله، باعول الجمال. هواي من الاخوة كتبولي محمود نثاية اثنين، محمود نثاية اثنين. هسه راح اميزلكم هذا صغير من اخوان باعولي، الفحل صغير بس صغير، شلون تعرفه بصعوبة؟ لا اخوان كل السهلة تميز بين الفحل والنفيس. هسه اكو طريقة راح اراويكم اياها تميز الصغير فحل لو نفيس. حبايب هسه هذا الفحل، شوفوا هنا اكو نوبات تطلع لحية، هنا لحية مبينة فحل، بس اذا ما تبين شلون تعرفون اخوان الفحل؟ باعولي انتبهوا علي، انا شوفوا هاي باو، يصير شلون الدنابيس باو، هاي لحية باو، شلون الدنابيس تصير؟ هذا يبين الفحل، يميز الفحل من النثية. قاعد تشوفون لاحظون هذا الريش، هذا يصير شلون الدنبوس باو، باو كلش قوي يعني كلش قوي. فتميزون من عندي الفحل والنثية اخوان. شوفوا الطير ما شاء الله، صحة وعافية. سلم على المتابعين، سلم عليهم على الوجه صدق. وهاي النثيه جبت لكم اياها باعوا، النثيه ماكو باعوا، عرفوا شلون تميزون هسه؟ الى الصغير بهيك يتميز اخوان. النثيه ما بيها الفحل، بي صير شلون الدنابيس بحوصلته اخوان، هنا أنا بحوصلته. هسه عرفتوا شلون تميزون الفحل من النثيه؟ وبهاي الطريقه يتميزن يا شباب. خليك على شنو خاف الاقنيه تشتري مخاليف، بهاي الطريقه تميز الفحل من النثي. جبت لهم باعوا خضروات، شوف كانوا صاروا ساعه ياكلن، شبعتهم خضروات اليوم، شبعتهم الكتاكيت صحتهم اخوان عالي العال. شوفوا نويت اطلعهم بس بعد مو هسه، بعد خليه كبرن، بعد على مود اطلعهم. اليوم ان شاء الله نفحص، اي اليوم نفحص الفقاسة ونشوف تالية ابو نعيم احتمال اخوان راح يطلع من المزرعة، راح نطي يعني نطي ما ابي عاد حرام، لان خاف واحد ياخذ جناي مثلا تقولون وي بزرة وما ينتج عندها مخطية، شو تقولون انتم؟ فراح نطي احتمال راح يروح ذبح. حبايب مساكم الله بالخير، شوفوا تراث وين نايم باعوا، فشلنا قدام العروسة. ها فتح زين، فتح فتح، كان ضام راسي باع البكان نايم بي. يعني شو قلت لروحك هاي النوم نايم بيه؟ ها؟ اكو تجاوب بيناتهم اخوان، اكو تجاوب، ان شاء الله خير ان شاء الله. جيت تفحص البيض، نشوف شنو وضعيتهن البيض مالاتني بالفقاسي، بيهن امل ما بيهن امل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يلا اخوان خلنا نفحصن وارجع لكم. اي على مود نحدد مصير ابو رقيبه، شنو وضعيتي
بس وحده ملقحه على الوحده هاي هم شاك بيها اخوان يعني مو اكيد شاك بيها فنتاكد اخوان احسن على مود لا كلش باكر اجيبها ديتش للمزرعه باكر اجيبها اخوان كلش سهله خلنا افحصهم كلهن وارجع لكم هاي اخوان كالعاده هاي 2 4 6 8 10 12 14 بيضه ما شادات وهذني الهارات شو بس هاي قلت لكم بيضه ما الدجاج العرب شاده بس هاي الوحيده احتمال قلت لكم نبو شعار هاي الهاراتي شاده وهاي شاده هاراتي وهاي شاده هاراتي وهاي شاده هاراتي شوفوا بس الهاراتي يا اخوان شادات فالسبب منين مبين واضح بعد بدون ما احكي دريتوا منين ابو نعيم ابو نعيم يغادر المزرعه اخوان ما بيه باب وجواب ابو نعيم يغادر المزرعه فاحتمال باكر اجيب لكم ديش للمزرعه جديد اخوان بس اجيب برقيبه خلينا نشوف شنو حصل حصلت شوكي مرتب اجيبه ما حصلت اشوف لنا برقيبه واجيبه بركه الله حصل دجاجات اي والله بركه حصل دجاجات برقيبه باكر همين نروح باكر رايح الجنه يعني هم يجي دجاج عرب خير من الله قلت لكم انا بس ما قبل هالمره يبيع لي قال ما عندي وجبه فهذني كالعاده ينسلقن وينطل للدجاج وللطيور 4 للطيور يبقى 10 للدجاج شنو الفائده احنا لا لا صدق والله شنو الفائده نتعب وماكو انتاج اخوان لا كل فائده ماكو ابو نعيم حاطينه هيك يعني راس حاجي غير مثلا المقابل يطلع لنا احنا قاعد نعلفه والله اخوان احسن اكل جاي انطيهم وانتم ملاحظين وياي يعني شعير وبروتين انتم ملاحظين بعد بدون ما احكي انا ونخال وخلطة الأربعين مادة مال الدجاج البياض كلهن جاي ياكل هو ياكل حالة حالهم ياكل اخوان فالحمد لله شكرا يا اخوان لا لازم اريكم هذيك الصادق قد ما شايف العش مالتي تعالوا شوفوه يعني والاقطار هاي شنو ملاماتي ماكو شيء ماكو شيء هسه من نوع هيك اخوان من نوع هيك من هنا هذا لازم اسده هم ظل يمن هم ظل يمن بي يوم قاطعت بس هنا وهاي شنو وضعيتها بسم الله الرحمن الرحيم اسمه رخصتك شوفوا واحدة شادة واحدة لا والله خلنا نفحصهم هسه هاي شادة على باب تفقيس وهاي ماكو شي هون اي خلي اثنيناتهم قالوا لي ليش محمود ما يشد البيض صحيح اخوان ما حاط هاي مالتني شايفه اللي هنا تنحط ما حاط اخوان عمو شنو لان اكو باب من جوا كان البيض ما قاعد يتفي صحيح اخوان ما جاي يشد بيض الشيء صحيح فراح اجيب ان شاء الله اجيب طوس من ذني مال يا طوس المهم اجيب انا هنا اخلي واجيب بقالات واجيب بقالات للعصافير بعد تزاوج هنا قاعد يشوفون شوف ما واضح يمكن اي ما واضح بعد غياب طويل ما شايفين بيض السمانه واو اخوان احتمال باكر اسوي لهم اي احتمال احطهم تراب هنا واخلي اسوي لهم بيوت صدق بيوت منطين هنا انا اسوي بيت منطين وهذاك الركن اسوي له بيت منطين شو تقولون؟ والله خوش فكره عمو شنو يلمن وعشعشن بي اي باكر باكر اخوان باكر احتمال اسوي عوف البيضات هنا بيض بعد ماكو حتى لو اكو دوسن علي اسوي لهم بيوت منطين على موت يلمن بي وبيضن بي وينامن ببحدهم الطيور كلها نزلت تاكل شنو بالنسبه للنابليون اخوان قلتوا لي جبني ثايل هن صحيح اخوان ما ناسيهن اصلا الثايل ليش اكذب عليكم انكم ناسيهن فراح اجيبهم بكت الله حصل زوج نابليون نثاي اللي عندي لا يقصر يراسلنا على الانستا اخوان وانا اشتريهم من عنده تذكرون من قلت لكم العصافير يموتن على الكالسيوم ما مخليات شي شوفوا فاجيت اخليهم هسه لان كلش يحبين الكالسيوم واو واو فاجيت اخليهم كلش مفيد للطيور يا اخوان كلش مفيد هذا كله
يلا بالعافية عليكم. قرزوا قرزوا بي. بالنسبة للفنيشات ياكلن باعوا بس مو مثل المناقير المعقوفة. شلون؟ الأخبار اللي عندهن هي عندهن. ياكلن بس مو مثل المناقير المعقوفة. مسكتات على الإطلاق كلش أخوي. حبايب شوف الحج شنو جاب لهم. شوف شو راح ينظفوا هذي بعد؟ راح ينظفها اليوم. حبست هاي هنا على مود تبيض لان هذه بعد مشكلة لازم احبسي وخليت الهاراتي وياها ذني. شو هاي طلعتها اهو يعني تقتلهن فقالوا خلي ياخذ على المكان هذا ذني الدجاجات ياخذ على المكان عمود ذيك تخاف من عندهن فخليها كم يوم وادخلها جوا. هسه رايح اجيب ذيك واجي رايح المزرعة يعني قلت لكم بابا الخصيب انا يصير خال صاحبي خال صديقي يعني يصير فرايح لي هسه ولا قبل اصور المزرعة مالتي راح اصوركم اياها ولا ما قبل اجي بديت واجي بس كون عندي هو اي والله قال خل نروح لان وياك ونشوف بركة الله الى عندي على مود نجيب ونجي لقيت على دجاجات انا ادور دجاجات ام رقيبي لحد الان ما ناسيكم جبتن اخوان اي والله جبتهن بس ما قبل اصوره يعني يقول اخافا على حلالي هاي اخوان نفسيات الضعيفه نحكي عليهم احنا دائما شنو تخاف على حلالك شبيهم العالم مثلا شبيهم انت كل عقلكم والله العالم عينهم ما ادري شنو بالعكس قلت هذول كلهم اخوتي بالعكس انا حلالي كله كاشفه عليهم كيفهم تعال اراويكم يا تعال وكان يوصل قائد المزرعه الجديد اخوان صوره هو ودجاجته اي والله ابو قحطان اسمه اي والله والله سموه ابو قحطان هو مسمين يعني بالبيت ابو قحطان فابو قحطان يا اخوان صوره بسم الله ما شاء الله ام قحطان ها هي ابو علم قحطان شوف بسم الله ما شاء الله انطوني رايكم انطوني رايكم ها بنعيم ها يتعارك شنو ما شاء الله بعد الهوس اخوان صارت صورة لو مو صورة لا لا صدق والله صدق صورة لو مو صورة ما شاء الله ما شاء الله ما حد عارك رجاء ابو العيم راح يودي ها 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 وين يا معود وين صديق كذي مع مع يا اخوان ابو نعيم يصارع على المزرعه كافي يلا كافي 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 بالقوه فكيتهم اي والله شي لحالي جمال يا ولد باولي جمال مو لا حلو والله صدق حلو شنو رايكم بي اعطوني رايكم بالتعليقات باولي قول كله 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 يا راتية ويا أم نسيت هيك قال أمنن 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 أم قحطان أم قحطان هذا أبو قحطان وذيك طب الجو أم قحطان تخاف من الهاراتي حي الله أبو قحطان يا مية هلي صورة والله صورة أخوان باولي هذا أبو قحطان بعده بعده يعارك يا جو خليته بنعيم هنا ينهس شوية وراح ياخذوه مؤقتا يعني ما عندي قفص تدرون انتم فبعدي بعدي جاي يتعارك هاي كافي ابو قحطان عوف بن عيم ابو قحطان عوف بن عيم يرحم والدي باعوا لي هنا الحبايب شلون ملتمات شوفوا بن عيم والسوسك ها شني انت تبيضين تقولها نامي يعني سماك راح تبيض وتقولها نامي شن بيضة جواتك؟ اوه ماي اوه ما شاء الله هاي حطيتها وياك 2 4 6 8 9 بيضات تصير 10 انا ما ذكركش يلا خليني خليني جواها شو تقولون؟ خليها جوا انجازف يعني لا ادري بيهن ما شادات من ورا بن عيم بس خليهن وانت بيضي لا بيضي بيضي ودخليها جواها شوفوا تقول ليش ما تطببها؟ ليش ما تعال طلع برا طلعي تقول ليش ما تطبب ابو محمود متولي الدجاجات كتل ها هي شوفوا هاي الهاراتي ها شو ايش بيك انت ما شايفه
ما شايف رجل تردينا بس لك ها؟ ظل برا. وين 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 بشة بشة يا معود. ولح بشة يا معود بشة 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 يا معود هاي بشة. كالعادة إخوان البيض راح أسويه وأنطيه للطيور هذني للدجاج. أسوي بيضتين زين أدنعمهم كلش وهذني لا خليهم شوي كبار على مود ياكلون الدجاج براحتهم. مالومك جواد. اي والله مالومك جواد من تقول الشهي. يابا صدق الشهي هاي الاكله طلعت. فبون ياها 40 ماده. كارثه اخوان. خلنا نذوقها والله. واو وين هو؟ شنو هو؟ يلا زين زين. يلا هاي بيض. يا تعالتنا. يلا يلا. انشرني. نروح ننطري الدجاج. وانا احكي لكم الصدق. تعاجزت. اي والله تعاجزت انا الظفر. بس هم ياكلون اخوان جاي ياكلون كله يعني ما بيشي. اي والله ما بيشي. ابو قحطان قواك الله. راح ابو نعيم يا ولد ترى راح. وديته اجوا علي اخذوه العفو وراح. فاحلى شيء الدجاج ونص علم تاه 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 تاه. من يلتم من يمك. الله. هسه اعطيته هسه اعطيته. بس خلنا ننطيها لان اذا قلت لكم انا انتم حبستهم فوق. انا مود تبيضن من ابو شعر حب حاب من ابو شعر تبيض. وشفت الانتاج ما تبع بدون ما احكي انا الانتاج شفته شافي شبع. هذا الانتاج شوفوا هذا هو. يا حلاتي باعوا له يما حلاتي. تعالوا هاي وجبتكم هاي اوكي. ننطي هاراتي بعد وننطي لانه صارت اكلتهم المفضله يا ولد. علمتهم شنو؟ شوفوا والله تجيكم ام نعيم بويه ام قحطان ام قحطان اكلي اكلي ام قحطان الحق الحق يلا 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 بالعافيه عليكم بالعافيه ما شاء الله ما ضر شيء. حبايب ادري راح تسالوني على القرقاط وين وصلت. الحجي خلاهم هذني بياضه هاي ولما نعش بيه ان شاء الله انتاج راح نشوفه شن يطلع والله على هاد على هاد يطلع مشكل. وبالنسبه لهذا كاني اكو تفقيس. تعالوا هذا الاخوان باعوا هذني اكو تفقيس جواتن بس مرخصتك شوفوا مبين عندكم واضح بسم الله ما شاء الله يعني ما اقدر اطبلهن. بس هذني شنو دايه خالين اخوان دايه المن للوت. وهذني ما ادري هذني لازم افحص بيضاتن والله خلنا افحص بيضاتن وارجع لكم. اي شاده بس تو هندني وهاي شادة الحمد لله اثنيناتهم شادات اخوان. بس يا بعض تنجرع رجع يما رجع اسفين على الازعاج. اي والله اسفين على الازعاج. جاي ننتج من هذا النوعية ومن هذيك النوعية الاصلية اثنيناتهم ذني اصليات الا هذني العاديات قلت لكم حاطيهم بس داية. صدق تعالوا بالنسبة للعصافير مرة انا عرضتهن عليكم وقلت له محمود الاخيره نفي. تعالوا والله خلينا نشوف يا هي النفي ويا هي الفحل بالهاجرمو. راح اطفي الضوء واكفن وارجع تضيفن. اي والله طفيت الضوء كلش يلا قدرت اكفن مش كفن هنا ما تقدر نشرات كلش اخوان. شوفوا معقوله انثاي اثنين وفحل هاي مبينه نفي. اي هاي اللي قلت له عليها نفي مبينه نفي والله. شوفوا بس عندي واحد يا اخوان هذا باع الطول وباع الخشونة اللي بي فول وردات مرتب فحل. تعال باعوا لي باعوا مرتب والله مرتب اخوان. طبخنا والله جت لي فكره خليها شنو فيه والله. وين هي قلنا هاي
بس بابا بغير الريش يا ولد. وعليه نفيه مو وعليه صاير بيهن. كنت اشتغل والله جوا بالمزرعة. باو انتبهوا عليها انت، قلوا لي ايه محمود صحيح طبقتك صحيح، نثية وفحل ذاك ادري، بس هي طابة بغير ريش اخوان كلش، النثية طابة بغير ريش، بس تأكدوا لي من هاي. لا فحل معقولة؟ اي فحل، بس هاي تأكدوا لي من عندها يعني ما جيت توضح عندي كلش. نفسه نثية مو؟ شوفوا نثية مو نثية؟ لو فحل بالله هاي الطبقة قلوا لي صحيحة لو لا. شوفوا راح اخليهم اخوان هسه، خليهم اكل وخليهم المشربية مال الماي واخليهم بقالات. رايد والله رايد بقالات يا اخواني، والله صدق رايد بقالات هالمرة. هاي نثية فحل ما ادري، تأكدوا لي من عدها. تأكدوا لي من عدها. هذا اخوان شوفوا يطلع لي مستويات يا اخوان مو طبيعية، ومن ضمنهم هذا شوفوا هذاك هو باع الخشونه باع الطول، يعني واضح والله العظيم من شكلكم ظلمت الكاميرا. وهذا ابوه تذكرون ذاك الزوج اللي عند الاصفر، يعني هذا اذني هاي والله ما حتى تيهت. عفوا شوفوا الطبقه الصحيحه لو لا، خلينا نخليهم ماي واكل وارجع لكم. عبايب كمل شوفوا ماي اكل راح اجيب. شوفوا شنو عندنا نواقص هسه احنا باعه، عندنا معالف الاقتصاديه نجيب، ونجيب بقالات من ذني الام الحاضن الزيني، ونجيب خانات على مود هاي تنترس كلها خانات اخوان. يعني عندي شويه راح اجيب طيور طبقات، ويسالني على القندوره. هاي اخوان مجهز كل شيء للقندوره، هاي الخانه مالتهم، هاي باع البقاله، هاي البقاله مالت القندوره شوفوا واضحه ايه. وهذا للفينيشات مجهزه انا، هذا تشوفوا كلاوات من البقالات كلهن ينذبن ويتغيرن، وماكليات اقتصاديات تجي، ومشربيات بنزيلات حجمن، وجاي نشتي. وطوني رايكم بالطبقات، شرحت لكم ذاك الفيديو قلت لكم الهاجر مو راح يظل للتربيه الفرديه، والرينبو يظل المن للتربيه الجماعيه. حكي عدل حكي عدل. بسم الله ما شاء الله، شوفوا البلبولة وين طابة. شوفوا ما ضحكتم اخوان، ما ادري احس ان اكو لمسات يد بيناتهم، احس اكو تقرب يعني بيناتهم. انا اطلع برا واصوركم اياها اوضح. شوفوا من برا نقرب على كيفي عشان اقدر اصوركم اياها. شلون طلعت طلعت شفتوها مساء، يمكن واضحه عندكم. فا اكو شغلات يعني بعدين اخوان، كل شيء نحكي احنا والله تستاهلون انتم والله العظيم. اهم شيء وين سمالتنا، اي والله ما عندنا شيء ان شاء الله اليوم، وهذا ما يخص اليوم. ولا اطفى الضوء، اكو تزاوج يعني شلون يعس بيها من برا بعله الفحل هاجر مو على هاي النفية الرينبو. عجيب اخوان باو كون توضح يعس بيها، يعني معقولة هاي كم يوم الزوجة هذا الفحل مالته شنو اللي كان لعب ما اعرف اخوان، اي ما اعرف والله. معقولة يعني تراهموا اثنيناتهم ما ادري بعد هاي، او تردوني تهجين نسويه هاج لعب، هذا هاجر مو على الرينبو لعب خاف ما ادري. هي قلت لكم انا مالتكم هاي، ما لي علاقة. كتبوا لي بالتعليقات اذا كنتوا هيك. هي البلبولة رجعت نامت لا تقولون شو هسه خنطف الضوء عليهم. يلا صبحون على خير. طيب مساكم الله بالخير، صعدت التراب وصعدت الماي وصعدت الطاسة، وهذا الليف هذا شنو شغلته؟ يماسك يكض يعني الطين. راح اسوي بيت هناك وبيت هنا. المن قلت لكم انا يمكن امس راح اسوي بيوت للسمان على شنو بياضات مثل ما تقولون، لان يعني جاي بيضا بالقاع شوفوا.
فنخليهن نسوي لهم مكان حلو مرتب بيضن بي ويقفن واحنا ما ندري بيهن. تمام يلا هسه شو نسوي؟ يلا خلينا نبلش بعد. شو نسوي حبايب؟ كملت اثنين. شوفوا هاي الطريقه صارت هيك. زين هذا واحد وهذا واحد. ليش مجرد بس عش الهن على مود ينامن. عمود من يطبن انا بذيك المحميه مثلا ما يشوفني الوجه سويته. هذا من ناني وهذا من ناني. ايش كاف اخوان خليه بس كلش. المفروض هسه انا اسده اسد بيبان عمود يطبن بطنهم يطلعوا سنطين ويبسن وعمود اصبغهن اصبغهن لون او بيض نخليهن. واحتمال هذا هم صبغه اخوان. شو تقولون؟ ها لو لونه حلو تردونه هيجي كيفكم بعدتم قولوا لي؟ لا لونه حلو عوفه. والله هو بالخانه مبين هو باشو لو ابيض تردوني. المهم ثانيين يبسن على مود اخليهن عش وينامن هذلن. شو هذا البيضات خليتهن هنا شو؟ ان شاء الله بالفيديو الجاي هو كامل تقريبا يعني ونحط لهم مواد تعشيش ونخلي البيضات ونشوفهم بالله يطبل لو ما يطبل. بخصوص زين الطبقات اللي قلت لكم عليها اعطوني رايكم بالتعليقات. الفيديو نسيت اصور لكم النمو مات الطير وين وصل. بسم الله ما شاء الله. شوفوا شوفوا شلون صار. اللهم صل على محمد وال محمد. فالكالسيوم جواته هسه موعد الكالسيوم. شوفوا قاعد تشوفون الى واضح عندكم هذا هو الكالسيوم. فهسه ترجع الطيرة تبيض من جديد. حبايب على موعدي وياكم. بس يجي الموسم عدون للبر راح اصور لكم لحظة بلحظة وياهم. والاسعار همين اشوف لكم اياها مثلا الجناي هذا بيه سعره وهذا اغلى طير عنده وهذا ما ادري شنو. كلهن راح اصور لكم اياهم وراح تشوفون. ونقول والى هنا يا حبايب القلب نكون وصلنا وياكم الى حلقتنا مال هذا اليوم. لا تنسونا باللايك والاشتراك. اخوكم محمود.